خرجت من سانت ياماني وعملت الميكانيك هي الاولى وابخي حولت درت شعبه ديال مينوزغي الومنيوم. هاد الشعبه هادي انا كنميل ليها بزاف بخصوص الديزاين وعزيز عليا الخشب وبغيت انني نقحم العنصر النسوي في هذا المجال. هذا التكوين المهني باش يكون عندي واحد المستوى دراسي، تكون عندي واحد الشهاده اللي تكون عندها واحد القيمه، داكشي علاش رحت للتكوين المهني وما ندمتش لانني خرجت بواحد لافاز منه. يعني تعلمت انني ندوس في لي ماشين، يعني انواع ديال الخشب، بزاف ديال الحوايج. فاش جبرت الدبلوم تاعي خرجت يعني الواقع كما كنقولوا باش نكتسب الخبره، يعني نتحكم مع الصنايعيه مع النجاره مع مالي الخشب، يعني باش نكتسب الخبره ديال البيع والشراء، كي نتعامل مع الكليان، كي يعني نتقدى سلعتي. عاد عملت المحل تاعي مقاوله تاعي، يعني واحد الرغبه كبيره في هذا المجال هذا، يعني تحديد داك الصعوبات. ما بقاش كنشوف الصعوبات قدامي كثرت ما كنشوف النجاح نتاعي، نزيد لقدام ونزيد نبرز الاسم ديالي وخدمتي ويعرفوني الناس. ما وصلت لهذا المستوى ولله الحمد، يعني هذا فخر لي يعني بخصوص انني كنشارك في عده مسابقات، يعني كنحصل الحمد لله على جوائز وباغا نزيد ان شاء الله، يعني نزيد نشارك ونزيد نتعرف ويكون عندي ان شاء الله على خارج ارض الوطن ماشي على صعيد الوطن ان شاء الله. النصيحه اللي نعطيها للشباب ان حتى واحد ما يتخلى على الحلم ديالو ويقول صعيب، يعني اذا كانت عندك واحد تحدي واحد الاراده قويه راه ما حتى واحد ما غادي، ويعني وتوكل على الله.